السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نقدر نصدر الجدول الزمني، ازاي نقدر نصدر المقسمة الثلاثية الأبعاد، نصدر التقارير، كل الحاجات ديت من فايل اكسبورت. بتلاقي ان انت ممكن تصدر الشغل بتاعك مثلا على هيئة ملف XML او على هيئة بروميفيرا، يعني تقدر تصدره كجدول زمني، لان تقدر تعمل جدول زمني هنا، تقدر تضيف تواريخ، تقدر تضيف تاسكات، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. ممكن كمان نصدر الشغل ده كـ IFC. IFC ده مفتوح المصدر، مش تبع شركة معينة ومشترك بين البرامج كلها، يعني تقدر تفتحه بعد كده على الريفت، على الاركيكاد، على التكلا، زي ما انت عايز. ممكن تقول له هنا فايل اكسبورت 3D. 3D هيبدأ بقى يقول لك اختار فايل نيم. تعالى هنا بقى في الخصائص دي، هيقول لك انت عايزه بي دي اف، هيدوا لك 3D بي دي اف، هيدوه لك دي دبليو اف، هيدوا لك دي دبليو اف اكس، هيدوا لك اف بي اكس على اساس ان انت تفتحه على الماكس، هيدوا لك دي اي، تقدر تفتحه برضه على الماكس، تقدر تفتحه على برامج تانية اخرى كتيرة. كل الامتدادات دي ممتاز جدا ان هو بيصدر ليها، تمام. وده لو انت عايز تصدر لي البي دي اف. وبعد كده هتلاقي ايه، فايل اكسبورت، تقدر تصدر لي جدول الاكسل.